إذن مشاهدينا الأعزاء، هذه هي سنة تحضيرية في جامعة الملك سعود، وهذا هو فيلمهم التعريفي، يعني السنة التحضيرية. أعود مع ضيفي الدكتور عبد المجيد، وأنت عميد السنة التحضيرية في الجامعة. دعني أسألك الآن، هل مثلا تجاوز الطالب للسنة التحضيرية يضمن له أيضا أن يجد تخصصا داخل جامعة الملك سعود، أم قد لا يستطيع أن يجد له مقعدا شاغرا في تخصص معين؟ بالتأكيد أي أحد يكون من طلاب السنة التحضيرية وتجاوز السنة التحضيرية بنجاح ومعدله فوق 2 يستطيع التخصص في الجامعة. قد لا يكون في التخصصات التي رغبها بحكم أنها قد تكون يعني أنها امتلأت، ولكن سيكون هناك بالتأكيد تخصص يعني يلتحق فيه الطالب في الجامعة ويكمل البكالوريوس. جيد. طبعا أنتم كمسارات داخل السنة التحضيرية، نعم، يوجد 3 مسارات، نعم، اللي هي المسار الصحي صحيح، والعلمي، نعم، والمسار الإنساني. على أي أساس تم تصنيف هذه المسارات بناء 3؟ على أمرين: الأمر الأول رغبة الطالب أساسا، هل هو يرغب في أي مسار؟ وثانيا المعدل والنسبة التراكمية أو النسبة المكافئة للطلاب الراغبين في الالتحاق بأي من المسارات هذه. مثلا دائما في المسار الصحي ينظر للقدرات والتحصيلي والثانوي، وهناك نسبة يعني تخرج من خلال جمع هذه، هي طبعا من طبعا الأمر. الطالب له حرية الاختيار حال تقدمي مثلا، أم أنتم توزعون الطلبة على المسارات الثلاث؟ هو طبعا هناك مثل ما ذكرت لك الآن أمرين: الطالب يرغب مثلا أنه يذهب إلى المسار الصحي، المسار الصحي فيه على سبيل المثال عدد من المقاعد. ممتاز. إذا طبعا عادة يتجاوز الطلاب الراغبين في الدخول المسار الصحي أكبر من المتقدمين، فيكون هناك منافسة، فلتعملها عملية القبول والتسجيل أخذ أفضل الطلاب من المتقدمين على المسار الصحي. كيف يتم تحديد أفضل؟ على بناء على اللي هي النسبة المعدلات الثانوي، الثانوية، القدرات والتحصيلي. ممتاز. وبعدين يتم إدخال الطالب في أحد من التخصصات، وبالتالي يتم انتقاء مثلا مسارات. أفضلهم. بالنسبة للمسار العلمي كذلك، نعم، نفس الطريقة يتم نفس اتباعها؟ الطريقة. بعدين المسار يعني والمسار الإنساني أيضا. نعم، والمسار الإنساني يتم أيضا تحديد المسار الإنساني النسب، اللي هو طبعا المسار الإنساني عادة يعني يكون فيه القدرات والنسبة الثانوية تكون أقل. نعم. لو رغب الطالب مثلا في أن يقدم السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود، وإن نعم، لم يحصل له مثلا أن يتابع في التخصص وبالتالي ينتقل إلى جامعة أخرى، بإمكانه فعل ذلك؟ هو أو يعني هل تعني أن معادلة المقررات لا نعم، يستطيع، لا يحتاج أنه يدرس مرة أخرى السنة التحضيرية؟ نعم، طبعا هذا يعتمد على الجامعة المحول لها وتشابه المقررات فيما بين الجامعة الأخرى وجامعة الملك سعود والمقررات اللي درسها في جامعة الملك سعود، وأيضا الضوابط اللي تضعها الجامعة الأخرى. يعني في بعض الأحيان مثلا على سبيل المثال الساعات المقررة يجب أن تتشابه أو أن تكون في التي درسها أعلى من الذي يريد يعني معادلتها. أيضا يجب أن يكون ماخذ يعني درجة محددة مثلا جيم زائد أو أعلى بحسب الضوابط اللي تضعها عادة الجامعات والكليات. فهناك ضوابط محددة، ولكن إمكانية المعادلة موجودة، ولكن قد يعني يتطلب على الطالب أنه يدرس مقرر أو مقررين أو 3 أو 4 بحسب اختلاف يعني مقررات السنوات التحضيرية بين الجامعات المختلفة. نعم، ممتاز. الآن هل يستطيع الطالب مثلا اللي دخل مسار صحي ثم فجأة جاته رغبة أنه يحول إلى المسار العلمي، كيف يتم التحويل بين المسارات؟ طبعا التحويل بين المسارات عادة يعني يتم في نطاق ضيق، هو نعم، ممكن، ممتاز. ليس يعني غير ممكن، هو ممكن، ولكن يعتمد في شروط تشترطها. نعم، لا، نعم، هناك شروط. الشرط الأول للتحويل بين المسارات هو وجود مقاعد شاغرة في المسار الآخر، والشرط الثاني هو المنافسة بين الطلاب الراغبين في التحويل لذلك المسار. على سبيل المثال لنقول أن هناك 50 طالب من المسار الإنساني يرغبون بالتحويل إلى المسار العلمي، وهناك فقط 20 مقعد شاغر في المسار العلمي بعد الفصل الأول. نعم، فيتم أخذ أفضل 20 من ال50 طالب ممتاز. بناء على معدلاتهم في الفصل الأول، وبالتالي يستطيع أنه يحول من مسار إلى مسار. نعم. لكن لو سألتك الآن، هو بعد نهاية هذا العام اللي هي السنة التحضيرية، لا شك أنه النسبة لها دور في تحديد التخصص، هل تؤثر أيضا في تحديد المعدل التراكمي العام للطالب بعد تخرجه من الجامعة؟ هو معدل، نعم، معدل السنة التحضيرية يستمر مع الطالب في لاحقا، وهو ضمن، لأن السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود هي سنة من ضمن سنوات الدراسة، فهو يظل يستمر المعدل التراكمي مع الطالب
في الجامعة. أنت ذكرت دكتور في بداية حديثك أن السنة التحضيرية لا شك أنه لها أهداف كبيرة، ومن أهدافها أن تحسين مهارة الطالب في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي حتى بعد تخرجه ودخوله غمار الوظيفة. لكن دعني أسألك، هل السنة التحضيرية تعتبر ضمن برنامج التخصص اللي يدرسه الطالب؟ يعني لو تقدم الطالب مثلا للهندسة، يعني هذا هو طموحه أن يتخرج من الهندسة 5 سنوات، وتعتبر السنة التحضيرية أحد هذه السنوات، فيتبقى عليه 4 سنوات، هذا هو الصحيح. صحيح. هو جامعة الملك سعود لما أدخلت نظام السنة التحضيرية وبرنامج السنة التحضيرية، لم تضعها سنة إضافية وأضافت على الطلاب سنة، لا، هي سنة من ضمن سنوات الدراسة. الطالب على سبيل المثال في كلية الهندسة كان يدرس 5 سنوات قبل إقرار السنة التحضيرية، وبعد إقرار السنة التحضيرية لا تزال 5 سنوات. طبعا يمكن السؤال اللي يتبادر للذهن الآن، بالضبط، وماذا تم في السنة التي ألغيت إن صح التعبير؟ نعم. طبعا كل البرامج في الجامعة، طبعا السنة كان هناك مقررات مبعثرة مشابهة للسنة التحضيرية، مثل مقررات اللغة الإنجليزية كان يدرسها طالب على سبيل المثال هندسة على عدة فصول دراسية، تم الآن جمعها في 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 جميل. في, في, في سنة واحدة. نعم. تم أيضا مقررات الرياضيات أيضا جمعها في السنة الحالية. طبعا الذي يتم الآن أن الطالب، أو طبعا هذا ينطبق بالمناسبة، إحنا دائما نذكر الطالب ولكن كل شيء ينطبق أيضا على الطالبة. نعم. ولكن أن الآن فعادة الكليات والأقسام الأكاديمية برامجها وخططها الأكاديمية بناء على بعد ما أدخلت السنة التحضيرية. نعم. والحقيقة كان هناك فائدة، يعني دائما تذكر أن تم الاستغناء عن مقررات لم يعد لها حاجة الآن وهي قصرت سنوات الدراسة، أو أنها مقررات لا يحتاج الطالب أن يدرسها مثلا في مرحلة البكالوريوس وممكن يحتاجها في مرحلة الماجستير، كانت موجودة في الخطط السابقة. ممتاز. فواحدة من الإيجابيات الجانبية إن صح التعبير أو الغير لم يكن متوقعة عند إقرار السنة التحضيرية. نعم. هو أنها دفعت جميع برامج الجامعة تقريبا لإعادة يعني أو إعادة يعني وضع خططها الأكاديمية من جديد. نعم. ويعني وجعلها لعلها تكون أكثر فاعلية. يعني هو جيد دكتور، لكن يعني قد يسأل سائل الآن. نعم. من الطلاب الجدد. نعم. الآن مثلا الهندسة، وهذا على سبيل المثال للحصر، كانت 5 سنوات. نعم. الآن أصبحت 4 ومنهم سنة تحضيرية. نعم. ألا يضعف ذلك مثلا برنامج الهندسة عامة؟ نعم. هو مرة أخرى أنا أقول لك، هو سؤال جيد، يعني قد يتبادر للذهن هذا الأمر ولا. نعم. شك. ولكن الآن هنا يأتي، يعني أنت لما تنظر أيضا لمعظم البرامج في العالم، هو ما يعتبر بالبنش ماركينج مثلا، تجد. نعم. أن يساوي ما هو مطبق في جامعة الملك سعود من ناحية ما هو مستخدم في الوقت الحالي، يعني إما من سنوات الدراسة، إما من خطط البرامج التي موجودة في الجامعة. يعني الخطط الأكاديمية في جامعة الملك سعود التي تم إعادتها كلها بعد إقرار السنة التحضيرية، والحقيقة بذلت فيها الأقسام الأكاديمية في الجامعة جهد كبير، وأيضا كانت بإشراف من اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي. ممتاز. في الجامعة، والتي يعني لا يتم إعادة وضع أي خطة أو تغيير أي خطة حتى تمر بعدة مراحل تضمن جودة الخطة الجديدة وهذا التغيير. نعم. من المراحل التي تمر عليها هو أن يتم مراجعتها من قبل محكمين من خارج المملكة وداخلها، وأيضا من يتم وضع ما يعتبر بالبنشماركينج أو المقارنة المرجعية، يضع البرنامج أفضل ثلاث برامج أكاديمية في العالم ويقارن فيما بينها وبين خطته الجديدة، ويوضح كيف أنه استفاد منها، وأن ما يأتي الآن به في هذا التغيير لا يختلف كثيرا عن الخطط اللي موجودة في العالم. جيد. الطالب مثلا في هذه السنة التحضيرية إن لم يتجاوزها مثلا أو فشل مثلا في تجاوزها، يحق له الإعادة مرة أخرى، وربما المرة الثانية يكتفى بذلك؟ لا، هو طبعا طالب السنة التحضيرية. نعم. له أن يأخذ إذا يعني لا سمح الله تعثر. نعم. له فصل صيفي. ممتاز. ينهي فيه المقررات التي يحتاج أن يعني لا سمح الله تعثر فيها. نعم. وبعد ذلك إن لا سمح الله تبقى لا يعطى له فصل إضافي، فصل استثنائي، فصل أول، بحيث أنه ينهي المقررات فيها، وهذا هو يعني تكون الفرصة يعني الأخيرة للطالب. ممتاز. إحنا سنتابع عن المناهج وكيف تم اختيارها بشكل أوسع. جيد. لكن بعد فاصل قصير. إذن فاصل مشاهدينا الأعزاء، نتابع بعده حلقتنا، ابقوا معنا.